الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير ما يسمى النموذج اللوجيت الاحتمالي، اللوجيت موديل، وهناك مبرر لاستخدامه ذكرته في مقطع سابق. المقطع السابق ذكرت بأنه ما يسمى بالنموذج، طبعا قدرنا نموذج الاحتمال الخطي أو Linear Probability Model LPM، بيّنت في ذلك المقطع بأن هذا النموذج يتخلله بعض المشاكل التي قد تجعله غير مناسب في الكثير من الحالات، وربما معظم الحالات هذا Linear Probability Model غير مناسب، لأنه يعطينا قيم احتمال أعلى من واحد صحيح ومرات أقل من صفر، ما يعني بأنه غير مناسب في معظم الحالات. من أجل تفادي هذه المشكلة التي يعاني منها Linear Probability Model أو نموذج الاحتمال الخطي التي تسببها تقديرات تعليمات نموذج احتمال خطي، من أجل أن نتفاداها نلجأ إلى ما يسمى بنموذج اللوجيت، وهو من النماذج الاحتمالية سهلة التقدير والتفسير. تكون العلاقة بين الاحتمال، هذا الاحتمال هو المتغير التابع في نموذج اللوجيت، إذن المتغير التابع في نموذج اللوجيت هو الاحتمال نفسه، هذا باعتباره متغيرا تابعا، تكون العلاقة بينه وبين المتغير المستقل غير خطية العلاقة، وعادة ما يعبر عنها عن هذه العلاقة على شكل منحنى توزيع تراكمي أو probability distribution function CDF cumulative distribution function، طبعا ينبني على بيانات من متغير متقطع القيم discrete variable. إذن الآن المتغير المستقل هو discrete variable، ويقارن بنموذج probit model هذا المبني على قيم من التوزيع الطبيعي. الآن اللوجيت ونموذج اللوجيت ونموذج البروبيت نموذجان متنافسان. البروبيت يعتمد على قيم مستمرة ليس فيها انقطاع من التوزيع الطبيعي، في حين أن اللوجيت يعتمد على بيانات من متغير متقطع القيم، ولهذا كل واحد منهم حسب الحالة التي يواجهها الباحث. نتابع على بركة الله. يوضح الشكل الأدنى نموذج توزيع التراكم أي نموذج اللوجيت هذا الآن على المحور الأفقي المتغير المستقل X على سبيل المثال، وعلى المحور العمودي الاحتمال نفسه يبدأ من الصفر طبعا، وهذا الشكل الآن اللي هو Cumulative Distribution Function هذا حد أقصى يصل له واحد صحيح 100%، أوكي؟ هذا CDF أقصى ما يمكن أن يصل له حد أقصى اللي هو واحد صحيح أو 100%، ولا يمكن أن يتعداها. الآن يمكن صياغة دالة التوزيع التراكمي اللوجستي كما في الشكل الأدنى، هذا الآن لبروبابيليتي الاحتمال للحدث I، كأن نقول الحصول على قرض، كأن يقول حادث يعني تصادم، كأن يقول نجاح أو رسوب وهكذا. فالبروبابيليتي of I احتمال حدث I يساوي واحد مقسم على واحد زائد E للقوة سالب زي I، لكن زي I هي عبارة عن دالة خطية هاي شكلها زي صب I اللي هي الحدث I يساوي A زائد B في XI، حيث XI هو المتغير المستقل في هذه الحالة. نتابع. هناك مشكلة في النموذج بصيغته الراهنة، وهو أنه غير خطي. نعم، هذه العلاقة بين الآن الاحتمال هذا PI احتمال حدث I و X اللي هي معبر عنها من خلال Z علاقة غير خطية، كيف نتخلص منها الآن؟ نستطيع حلها كما يأتي. الآن عندي صيغة الاحتمال هي P صب I اللي هو احتمال حدث I يساوي 1 على 1 زائد E للقوة سالب زي I، لكن الاحتمال المتمم لهذا هو 1 سالب P حتى PI، لأنه PI زائد 1 سالب PI يساوي 1 صحيح اللي هو احتمال متمم، يعني لكن الاحتمال المتمم هو 1 ناقص أو سالب PI، وهذا الاحتمال المتمم هو 1 سالب PI يساوي 1 على 1 زائد E للقوة موجب زي I. لاحظوا تغيرت الإشارة حتى يكون حاصل جمع هذه القيمة مع هذه القيمة يساوي 1 صحيح. نتابع الآن. ثانيا بقسمة طرفي المتساوي، الآن هاي الطرف الأيسر الطرف الأيمن، إذا قسمنا PI على الطرف الأيسر ثم PI على الطرف الأيمن نحصل على ما، لاحظوا الآن PI على 1 ناقص PI الاحتمال مقسم على 1 ناقص الاحتمال يساوي هذه الـ PI 1 على 1 زائد E للقوة سالب ZI، حيث ZI تساوي A زائد BXI،
مقسم هذا كله على واحد، الكل مقسم على واحد زائد اي القوة زي اي موجب. الآن لأن هذه كسر مقسم على كسر، تنقلب هذه تصبح في البسط، وهذه تصبح في المقام، وتساوي بالحالة هي واحد زائد اي القوة زي اي مقسم على واحد للقوة زائد اي للقوة زي اي. طبعا اي هي العدد النيبيري اللي هو عكس اللوغاريتم الطبيعي. فالآن نعالجها رياضياتيا بالطريقة البسيطة، نقوم بمعالجة رياضية بسيطة بالضرب التبادل الكميالي. الآن هذه واحد سالب بي اي نضربها ضرب تبادلي، هاي مقسمة على واحد يضرب في هذا الواحد، والآن هذه القيمة تضرب بهذه القيمة، فبتعطينا واحد سالب بي اي مضروبة في واحد زائد إلى القوة زي اي تساوي واحد صحيح. الآن إذا هذه القيمة تساوي واحد صحيح مقسم على هذه كما يلي، واحد زائد إلى القوة زي اي تساوي واحد على واحد ناقص بي اي، إذا هذا يعطيني إلى القوة زي اي تساوي واحد على واحد سالب بي اي، مطروح من هاي نقلناه إلى الطرف الأيمن، إذا يطرح من هنا، وبالتالي تساوي بعد معالجة بسيطة رياضياتية إي للقوة زي آي تساوي الاحتمال بي آي مقسم على واحد ناقص احتمال بي آي اللي هو البي البروبابيلتي بي آي احتمال حدث آي. الآن كيف نتخلص من هاي الشكل غير الخطي؟ لأن إي للقوة زي آي وهنا كذلك الأمر بي مقسم على واحد ناقص بي آي، نأخذ اللوغاريتم الطبيعي للطرفين نحصل على ماري. الآن لن أو إي للقوة زي آي تساوي لن اللي هو ناتشرال لوغ طبعا لوغاريتم طبيعي، فبالحالة هاي إذا هذه اللوغاريتم الطبيعي لحاصل قسمة احتمال حدث I مقسم على واحد ناقص الاحتمال نفسه يساوي واحد A زائد BXI اللي هي ZI. هذه عندما ندخل اللوغاريتم الطبيعي على E لأنها دالة عكسية لها، فتصبح الآن ZI نفسها هذه تساوي اللوغاريتم الطبيعي لحاصل قسمة PI على واحد ناقص PI. نتابع الآن مثال. لدينا البيانات الآتية عن دخل 20 شخصا تقدموا بالحصول على قرض من المصرف الأردني، حيث ترمز X الآن لدخل الشخص وترمز P لاحتمال الحصول على قرض. الآن هذا دخل الشخص X 500 ألف 1500 وهكذا إلى أن ننتهي ب 35 ألف، واحتمال الحصول لكل شريحة دخل الآن الحصول على قرض إذا كان دخله 500 دينار على سبيل المثال فاحتمال الحصول على قرض 1%، أما إذا كان دخله 1000 دينار تصبح 2%، 1500 2.5%، 2000 4.5%، وهكذا إلى أن ننتهي اللي دخله 35000 فاحتمال أن يحصل على قرض 99%. هذا الآن التمثيل البياني للبيانات الفعلية، للبيانات الفعلية على المحور الأفقي المتغير المستقل للدخل السنوي بالدينار، وهنا احتمال الحصول على قرض أقصى ما يمكن أن يصل الاحتمال هو 100% واحد صحيح 100%. نتابع الآن. حولت البيانات كما يأتي وقدرت معلومات النموذج. الآن هذه البيانات قدرناها أو حولناها، أخذنا اللوغاريتم الطبيعي اللي حاصل قسمة احتمال الحدث بي آي اللي هو آي على واحد ناقص احتمال الحدث آي. لاحظوا لي الاحتمال مقسم على واحد ناقص الاحتمال مقابل كل شريحة دخل. فالآن هذه لن of e for zi تساوي لن of pi على واحد ناقص pi وتساوي a زائد bx. حصلت النتيجة التالية من هذه البيانات. يعني الآن قمنا بانحدار بسيط بطريقة OLS اللي هي ordinary least square أو المربعات الصغيرة الاعتيادية، هذه القيم على هذه القيم. هذا الآن x هو المتغير المستقل، لكن لوغاريتم الطبيعي لحاصل قسم pi على واحد ناقص pi هو المتغير التابع. فحصلنا على النتيجة التالية اللي هي natural log أو اللوغاريتم الطبيعي لي pi على واحد ناقص pi يساوي سالب 2.763 زائد فاصل 0.00222612 مضروب في مستوى الدخل xi. الآن لا نريد هذه القيمة، نريد الاحتمال نفسه. بما أنه هذا اللي هو اللوغاريتم هذا عفوا بعطينا هذه القيمة، إذا الاحتمال المتمم هو بي اي يساوي واحد على واحد زائد اي للقوة موجب. لاحظوا الآن ضربت هذه بكمية سالبة، إذا أصبحت اي للقوة 2.763 سالب فاصل 0.00222612. هذا هو الاحتمال المتمم كما ذكرت.
الاحتمال المتمم. لاحظ الآن النتائج التي حصلت، التمثيل بين الإعداد والتوجيه المقدر معلومات الآن. هذه الآن مقارنة هذه البيانات الفعلية، الخط المنحنى الأزرق السميك، أما البيانات المقدرة من خلال نموذج اللوجيت فهي الآن هذا المنحنى البرتقالي تقريبا أو البني السميك، وأقصى حد يصل إلى واحد صحيح 100% مقابل مستويات الدخل المحددة. فالآن البيانات المقدرة هذه لاحظوا الآن مقابل الدخل، عندما الآن نرجع بعد إذنكم إلى هنا هذه القيمة، إذا الآن عوضنا عن XI بهذه القيم 500 ألف و 1500 و 2000 وهكذا لحد 35 طلعنا قيمة PI نحصل على الاحتمال المطلوب وهو الآن الذي بينته هنا. هذه الآن لاحظوا لي احتمال حدوث، يعني إذا كان دخله 500 دينار 6% بيكون طبعا أعلى بكثير من الواحد بالمية اللي افترضناها، لكن الآن بيعتدل هذا وبالتالي بنحصل على هذه القيمة. القيم المختلفة هنا مقابل 35 ألف تقريبا يعني تتساوى القيم الفعلية مع القيم الحقيقية أو المقدرة، وهذه البيانات المقدرة طبعا من نموذج اللوجيت. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة برجوة لكم جميعا.